لعبة فورتنايت هي لعبة بيلعبها الكبار والصغيرين في البيوت المصرية، لكن النهاردة في بوست لف صفحات كل مواقع التواصل الاجتماعي، ستوب بابجي. البوست ده عبارة عن صور فيها لاعبين، اللاعبين دول بيوجهوا أسلحتهم للكعبة المشرفة علشان يضربوها طبعا حسب نظام اللعبة. كان في استنكار شديد جدا للصور دي والشركة المنتجة، ازاي تخلي ده اصلا متاح؟ والموضوع يعني وصل الى مركز الازهر للفتوى الالكترونية اللي طلع بيان يحذر فيه من اللعبة دي علشان احتوائها على هذا المشهد المشين اللي طبعا لا نقبله باي شكل من الاشكال. احنا حديث القاهرة كلمنا واحد من اشهر الجيمرز اللي موجودين في مصر، نور الدين اكس. نور الدين اكس كلمناه وقلنا نفهم منه الموضوع الاول، فرد علينا وقال ان اللي حصل ده واحد من ضمن الابديتس او التحديثات اللي موجوده في اللعبه دي، وقال ان غالبا اللعبه دي بتوفر خريطه في كل دول العالم حسب المعالم السياحيه اللي موجوده فيها والمعروفه والمشهوره، وعلى كل لاعب ان هو ينزل يختار الدوله ويختار المكان اللي يلعب فيه والبيئه المناسبه علشان يلعب فيها ويبتدي يحارب ويضرب، كل واحد واختياراته. الكعبة دي أكيد كانت من ضمن الاختيارات الخاصة بالمعالم اللي موجودة في خريطة العالم، وقال بالنص جايز يكون لاعب في أي مكان من العالم عنده ميول عدوانية أو إرهابية أو شيء وقرر يعمل ده ويصوره، لكن قوانين اللعبة مش بتمنع أي لاعب من أنه يختار أي مكان زي ما انتوا عارفين، يعني دي فيها مرونة شديدة جدا وإتاحات. إذن المشكلة هي مشكلة المستخدم اللي استخدم ده وقرر أنه يصوره وينزله أو أي مستخدم تاني يحب يعمله. احنا حبينا نفهم الموضوع بقى من خلال الازهر الشريف، ومعانا على التليفون اكيد هناخد الراي السليم في الموضوع ده وايه اللي بيمثله تحديدا. معانا الشيخ معاذ شلبي عضو لجنه الفتوى بالازهر الشريف. دكتور معاذ اهلا بيك معانا في حديث القاهره. اهلا مساء بحضرتك وبالساده المشاهدين، ربنا يحفظكم. يعني اسمح لنا نسأل في البداية، اللي نزل ده أو التصريح الذي نزل وخرج اليوم في الأخبار كلها، يعني هل هو بناء على طلب قدم لكم في إصدار فتوى في الموضوع ده، ولا لأن الموضوع وصل لكم بشكل أو بآخر فقررتوا أن أنتوا تتكلموا فيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لا شك أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية متداخل مع قضايا الواقع وبيتابع شأنه شأن كتير مننا، وتحديدا المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي والوعي والأمور الاجتماعية والدينية. من خلال المتابعات ومن خلال بعض الفيديوهات اللي شفناها ومن خلال بعض أسئلة الناس في الشأن دوت، وصلنا بعض المعلومات عن اللعبة فورتنايت. والموضوع اللعبة ده قديم ولكن هو أثير الآن، وبالتالي كان مننا توضيح لما أثير. الكلام مش على فورتنايت بس ولا حاجة، الكلام بيتكلم عن سياسة أو حاجات موجودة أو أنماط موجودة في الألعاب الإلكترونية بشكل عام، زي ما شفنا في بابجي قبل كده، زي ما شفنا فيها سجود اللاعب للصنم أو تحديث كان فيه حاجة زي كده، او حاجات فيها ميول عدوانيه. احنا لو بصينا على بيان المركز هنلاقي انه بيان عام بيتكلم عن اهميه الوعي ب باخطار مثل هذه السلوكيات على سلوكيات اولادنا اللي بيمثلوا اغلب جمهور هذه الالعاب، اللي هم بيقعدوا قدامها وقت طويل جدا، بيفوق وقتهم في تحصيل العلم، بيفوق وقتهم في اي حاجه ثانيه، فلازم أولياء الأمور يبقوا على دراية بالحاجات الموجودة اللي أولادهم بيجلسوا معاها وقت طويل جدا. طب اسمح لنا فندم، يعني ما تقوم باتخاذه من يعني قرارات أو مواقف أو غيره، فتاوى خاصة بالأزهر الشريف، هل يا ترى دي بتبقى بناء على أشياء سمعت أو قيلت لكم، ولا حضراتكم بتنزلوا بنفسكم تدرسوا الموضوع وبتتفرجوا عليه وبعد كده بتدوا الرأي السليم؟ اي حاجه بتثار احنا بنتحرى فيها مقصود بيها ايه، هل هي موجوده ولا لا، وبعد كده بناخد تحرك بنشوفه بيعالج الاشكاليه دي، سواء ببيان او بتدخل ميداني او بتضمين حاجه في برنامج توعوي احنا شغالين عليه وما الى ذلك. طب وده ممكن ياخد خط كمان التحريم في النهايه، بمعنى ان قد يصل الموضوع الى يعني بدءا من التحذير وحتى تحريم لعبه؟ ايوه يا فندم، هو البيان حذر من مثل هذه السلوكيات
والموجودة في الألعاب، وحرم منها ما هو بشكل مباشر يدعو الحاجة الخاطئة أو يدعو العنف أو ازدراء أديان أو يدعو لأفكار لا دينية أو إلحادية أو ما إلى ذلك، لأن بديهيا الحاجات دي ممكن تبقى في رسائل مباشرة للجمهور أو رسائل غير مباشرة، والأمرين فيهم إشكال. احنا لو دلوقتي بنتكلم على حالة بعينها وبنكتفي فيها بالتحذير وبتنبيه أولياء الأمور، فده بالقدر الكافي والمناسب للوضع اللي حضرتك شرحتيه قبل ما أتكلم مع حضرتك المدخل. طب هاي الفكرة هنا في الآخر هي فكرة المستخدم وهو من سيحرم عليه أو يحلل أو يحذر بناء على استخداماته، ولا حضرتك شايف أن زي ما بيتقال أن يعني الأشياء التي تتجه نحو المحاذير فينبغي علينا إغلاق الباب ليها تماما فهي حرام؟ فندم الفكرة مش فكرة أن احنا عايزين نقول حكم بس حلال وحرام فقط، احنا كمان عايز دورنا فيه دور توعوي، مش بس بيان الحكم الشرعي. أقصد كده، أقصد احنا دورنا مش بس بيان الحكم الشرعي، احنا دورنا كمان نشر توعية مجتمعية ودينية سليمة ومستنيرة ووسطية، ونبين للناس أخطار وأضرار حاجات زي كده. وفي النهاية الحكم الشرعي ده مصاحب للمفاسد والأضرار اللي ممكن توصلنا ليها سلوكيات شبه كده. تمام، يعني الموضوع يتوقف على المستخدم ومدى الضرر اللي قد يقع عليه، بس السبب في إطلاق هذا الأمر هو مشهد اللي استفزك هو مشهد الكعبة المشرفة والمشهد الذي نشر حوالين نشر ضرب الكعبة المشرفة؟ هو مش فكرة استفزنا بقدر ما شعرنا أنه أمر يحتاج لبيان، أمر يحتاج لتوجيه توعوي أو يعني ذكر نصائح لأولياء الأمور. مش فكرة استفزاز، مش فكرة التلفزيون بقدر ما هي فكرة ان هو شعورنا ان يتحتم علينا ان احنا نبين ونوعي، خصوصا ان عمر يتعلق بالنشء والشباب. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور معاذ شلبي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.